موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم. وزارة الصحة تفيد في بلاغ لها اليوم بلوغ إجمالي عدد المسجلين في اليوم 39 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا 1,214,140 ملقحا، فيما بلغ إجمالي عدد التلقيح 252,672 وإجمالي الملقحين بالجرعة الثانية 47,697. رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس يدعو مؤسسات الدولة إلى غلق صفحاتها بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك والاستغناء عنها، وذلك لعدم احترام مؤسسة فيسبوك لقواعد حماية المعطيات الشخصية. وأكد قداس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على ضرورة تطوير مواقع الويب لمؤسسات الدولة كبديل لصفحات الفيسبوك غير المحمية، مشيرا إلى أن الهيئة قد أغلقت صفحتها على الفيسبوك وتعتمد في نشر أخبارها على موقعها بالإنترنت. رصيد الحساب المركزي للحكومة يشهد ارتفاعا ملحوظا لينتقل من 1,306 ملايين دينار في نهاية سنة 2019 إلى 4,487.9 مليون دينار مع موفى سنة 2020 حسب مؤشرات القوائم المالية للبنك المركزي التونسي للسنة المالية 2020. وتعود زيادة في هذا الرصيد بشكل أساسي إلى التسهيلات التي منحها البنك المركزي للدولة بمبلغ 2,810 ملايين دينار لتمويل جزء من عجز ميزانيتها لسنة 2020 الناجم عن تداعيات أزمة كوفيد. دولياً، خبراء يستخدمون مفهوم الأيض المكافئ لتحديد مقدار ما يحتاجه المرء من تمارين رياضية في الأسبوع للعيش طويلاً. ويقول هؤلاء الخبراء أن النشاط البدني يجلب العديد من الفوائد الصحية ويوصف بأنه أحد المفاتيح الرئيسية لطول العمر. ويشير العلماء إلى أن الفائدة الرئيسية من التمارين الرياضية تتمثل في أنها تقوي عضلة القلب وتساعد في الحفاظ على وزن صحياً. ختاما، مجموعة من علماء المحيطات والباحثين يعملون على نشر روبوتات في مختلف أنحاء كوكب الأرض من شمال المحيط الهادي إلى المحيط الهندي، ويهدف المشروع إلى التمكن من مراقبة حالة المحيط في أماكن لا يذهب إليها الناس إلا مرة كل 10 سنوات. وسيمكن هذا المشروع من قياس درجات الحموضة والملوحة والحرارة والضغط والأكسجين والنترات لهذه المحيطات. نهاية الموجز، قدمته لكم سمية حمدي، إلى اللقاء. موجز الأخبار على الحياة فام.